أهلا وسهلا بكم. في روضة الرسوم على الأراضي البيضاء فتنفس المكتوون بنيران العقار اللي احرقتهم ربما، فلا مزادات في الأسعار بعد اليوم، لكن الحيل لا تقف عند أي حد. الحل لذلك هو قانون يضبط بلوائح تنظم هذه العملية. يأتي هذا الحديث بعد أن حذر اقتصاديون وعقاريون من إمكانية الالتفاف على القرار بطريقة ملتوية. خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش. رغم أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن وحتى الانتهاء من إعداده ودراسته، حذر عدد من المختصين في الشأن العقاري والاقتصادي من قيام بعض ملاك الأراضي بالتحايل على قرار فرض الرسوم عليها، وذلك بتجزئتها أو تقسيمها إلى قطع بمساحات أقل، حيث إنه بحسب الدراسة الأولية التي أعلنتها وزارة الإسكان زفر الرسوم في المحلة على الأراضي تزيد مساحاتها عن 10,000 متر مربع. وحذر رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن حمود العنزي حول التفاف بعض ملاك الأراضي على قرار الرسوم بتغيير معالم هذه الأراضي البيضاء بشكل وهمي عن طريق الإيهام بأنه لم تعد أراضي بيضاء أو تغيرت وظيفتها أو إيجاد بعض المنافع الوهمية لها أو وضع بعض المعدات أو البناء الوهمي، وذلك للتهرب من تكييفها على أنها أراضي بيضاء. في جانب آخر، وضمن إطار سعيها نحو تلبية الطلب السكاني للمواطنين وتسريعا للحلول السكنية، دعت وزارة الإسكان المطورين العقاريين ممن يملكون مشروعات سكنية مكتملة البناء التقدم إلى وزارة الإسكان لتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني بعد أن يتم تقييمها. هذا الحراك الجديد في توجه وزارة الإسكان أتى بعد أن أعلنت الوزارة عن مستحقي الدعم السكني في جميع مدن المملكة بلغ عددهم 754,571 مواطنا، منهم 713,739 مواطنا و40,831 مواطنة. شكرا للزملاء على التقرير لمناقشة هذا الموضوع. سنرحب معي في الاستوديو بالكاتب وصديقنا العزيز الأستاذ خالد الغنامي. أهلا وسهلا بك. شكرا لحضورك معنا في أهلا. الله يسعدك، شكرا على الدعوة. الحقيقة الناس يعني تفاءلت واستبشرت ويعني كثير في بعد هذا القرار، وكان يعني زف هذا الخبر، يعني خبر كان ينتظره السعوديين والسعوديات منذ فترة طويلة، حتى البسطاء أو النخب اللي حريصة على الإنسان البسيط. ما الذي بدأ يحدث؟ هناك في شعور بأنه في إمكانية التفاف على القرار، يأتي ذلك بعد يعني تهكم على القرار من بعض الملاك العقاريين، اجتماعات من أجل يعتبرونها من ما حدث هو مشكلة بالنسبة لهم، كيف يضعون حلول، كيف ممكن هذا القرار ما يأثر؟ رأيك تصورك إيش ممكن يصير؟ والله أنا ودي أبدأ من جزئية يعني قبل يعني ندخل في قضية محاولة الالتفاف. طبعا محاولة الالتفاف متوقعة ويعني ليست بشيء مستغرب، كل إنسان سيحاول أنه يدافع عن ما يعتقد أنه ماله. لكن خلينا نسأل في البداية إلى جذر المشكلة. هل الوضع كما هو، هل هو وضع طبيعي مستقر؟ هل من مصلحة البلد أن تكون فيها هذه الكمية الكبيرة من الأراضي التي أصبحت الآن متضخمة السعر بهذه الصورة، وأصبحت الثروة التي تشكلها يعني كما يريدها العقاريون هي ثروة ميتة؟ أنت تتكلم الآن عن كدم ميت في جسد المملكة العربية السعودية، أنت تتكلم عن اقتصاد في حالة تشبه الجلطة. يعني وجود في علم الاقتصاد وجود مبالغ ضخمة من المال أخي علي في حالة سكون هذا يشبه الجلطة. نعم، يعني كميات مهولة من المليارات ولا تتحرك، ولا يعني حتى بسطاء الناس وصغار التجار يقول لك الحركة فيها بركة. شايف هذا يفيد الناس، يفيد من يشتري ومن يبيع، وحتى يعني من يقومون بالأعمال الخدماتية، كل الجميع يستفيد عندما يكون هناك حركة. أما حالة الجمود هذه فهي تشبه الجلطة. إذن الوضع غير صحي للاقتصاد السعودي، أن تصبح الأموال مكدسة بهذا الشكل في أراضي
لا تستحق هذه القيمة بإجماع كل العقلاء، يعني عقلاء الاقتصاديين اللي في العالم، ماشي. هذا الوضع خطأ، إذا اتفقنا على أنه خطأ إذن هو يجب أن يصحح. كون أنه هناك أناس سيتضررون، بلا شك هناك أناس يعتقدون أن هذا ضرر عليهم، لكن هو في النهاية ضرر على شريحة قليلة وفائدة لشريحة عظيمة. أنت تتكلم عن ما يقارب 80% أو 75-80% من السعوديين الذين لا يملكون مساكن، هم الذين يعني يتوجه وضع هذا القرار من أجلهم ومن أجل مصلحتهم. ولا شك أنه يعني دائما التقديم مصلحة الأغلبية على مصلحة الأقلية، هذا مبدأ. إيش أبرز الطرق اللي ممكن يكون فيها احتيال أو اللي بدأت تروج يعني؟ والله إحنا نسمع يعني مثل ما أنت تسمع يعني أنه محاولة إلغاء مسمى الأراضي، يعني هو جت على إشكالية الأراضي البيضاء، سيحول يعني تحويلها إلى أرض سمراء أو حمراء أو أي شيء آخر، يعني تحويلها إلى لكن في النهاية من الواضح أن صانع القرار في المملكة العربية السعودية تصور هذه المشكلة بشكل جيد، وهناك عزم واضح وإرادة سياسية وسيادية لحل هذه المشكلة، سواء بمثل ما تفضلت يعني أنه تقطيع الأراضي، تحويلها لاستراحات، سيكون هناك كثير من الحيل. وأنا أقول للجماعة يعني ريحوا بالكم، ريحوا حالكم، الرسوم ستفرض وستفرض على الجميع. نعم، إيش أطرف شيء سمعته اللام في طريقة التحايل؟ والله كثير يعني الحيل، تحويلها لاستراحات، أو أظرف شيء سمعته اليوم يعني كان تعليق أحد الإخوة أنه والله صعب وضع الرسوم لأنه هذه الأراضي يملكها ناس متوفون والآن هناك مشاكل بين الورثة، فحرام يعني كذا، شايف؟ بالعكس احنا نقول يعني احنا سنجمع الشمل ان شاء الله ونجمع الورثة ونخليهم يتصالحون ويجلسون مع بعض ويواجهون هذه القضية وكيف يعني ستدفع الرسوم. بالعكس ستنصلح حال كثير من العوائل المتخاصمة. نعم. طيب خليني بس استاذنك ناخذ فاصل اخير ونعود، لانه نبغى نسال ونتخيل الواقع وكم ممكن يكون فيه يعني نزول، هل هذا راح يكون على الاراضي الكبيرة ولا على مستوى حتى الاراضي الصغيرة اللي الناس تحتاجها يعني. اسرع متابع. اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا، لازلنا مع ضيفنا الاستاذ خالد الغنامي نتحدث عن فكرة الالتفاف على الرسوم على الأراضي البيضاء. تحدثنا قبل الواصل عن إيش ممكن تكون الأفكار، إيش ممكن تكون، ولكن أيضا هل يحق للمواطن السعودي أن يتخيل أنه الأسعار في حال طبقة الرسوم أنه الأسعار راح تنزل بشكل سريع؟ والله وعلى بال ما يطبق القرار، إحنا محتاجين يعني 6 أشهر لسنة يعني هذا كحد أدنى متوقع. لكن يعني زي ما يقولوا تخويف الذيب ولا قتله، الآن مجرد أنه القرار صادر يعني أنا أشوف أنه صار له أثر كبير يعني عند الناس وعند العقاريين وعند حتى أثر على السوق. وأنا أتصور أنه نعم من حق المواطن أنه يستبشر خيرا يعني أنه هذه الأزمة ستحل قريبا يعني إن شاء الله يعني ما تطول. تشوف فكرة الاهتمام ودعم سوق الأسهم وتنظيمه بطريقة كويسة ممكن يعني أيضا يخلي الناس تستثمر هناك أكثر ويسحب حتى نعم. يعني ذهن حتى كبار المستثمرين والصغار عن التمسك بالأسعار في السوق ومحاولة الالتفاف على مثل هذه القرارات اللي ممكن تنزل الأسعار. والله أنا يعني نصيحتي للطبقة الأولى والطبقة العليا يعني أثرياء المجتمع في المملكة هو التوجه لدعم سوق الأسهم وليس دخول معركة خاسرة في سوق العقار، لأنه يعني من الواضح أن توجه الحكومة الآن هو ضد العقار وليس لهم أي مصلحة في الاستمرار في هذه المعركة. وأيضا هم يعني إخواننا يعني أنا أيضا نريد نكسبهم في شيء في صالح الوطن في النهاية. صب أنا أتصور أنه الاستثمار يعني السعوديين ما يا عقار يا سوق الأسهم، أنا أشوف أنه يفترض أن تتجه رؤوس الأموال الآن للأسهم
الذي يتوقع له خير إن شاء الله، يعني في كلام جيد جدا يعني، ومستقبل إن شاء الله واعد، وسيكون فيه مكاسب أفضل يعني بكثير من مكاسب العقار والتراب اللي صار عليها هالمشاكل، وستزيد مشاكلها أكثر. نعم، عموما أستاذ خالد أنا أشكرك، وأتمنى الحقيقة أنه الأسعار فيما يتعلق تنزع عشان الناس تبدأ تحقق أحلامها. أيضا نحن ننظر إلى الرجل الأعمال في العقار وملاك العقار على أنهم مواطنين سعوديين، وأيضا المواطن المواطن أيضا في نفس الوقت لا نريد الخسارة الكبير، ولكن لا نريد الضياع للصغير الحقيقة. هذا صحيح. نعم، أشكركم أنتم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في هلا، ألقاكم غدا في أمان الله.